منحدرات جبلية خضراء يكسوها اللون الزهري، منظر بديع يمكن أن تشاهده في صباحك. هذا ما اعتاده قرويون في شرق لبنان، يبدأون يومهم بقطف الوردة الشامية العطرة وجمعها بعناية في أكياس بلاستيكية. نحن بنصنع منه وبنقطر منه، هلأ حنشوف بالبيت كيف بنقطر منه ماء الورد، بنجففه للزهورات، بنعمل منه مربى الورد، وعدا عن الكريمات والصابون أشياء كتير، مستحضرات وأدوية بيدخل فيها. الوردة الشامية تعود زراعتها إلى آلاف السنين، كانت ولا زالت تخطف قلوب وأعين كل من ينظر إليها وكل من مر على الأراضي السورية، فنقلها الصليبيون إلى أوروبا منذ مئات السنين، وسار على خطاهم الفرنسيون خلال فترة الانتداب في النصف الأول من القرن الماضي. إنه بيعطيك شوية أمل، منظره بحلي، بيريح النفسية، بيعطيك قوة لقدام. رائحة نفاذة وذكية، منافع مختلفة للوردة الشامية التي تستخدم في تركيب العطور، ويستخدم ماء الورد الذي يستخلص منها في صناعة الحلويات وتعطير الأماكن، إضافة إلى المستحضرات الطبية الطبيعية ومستحضرات التجميل وفي صناعة الصابون. إيه نحن السنة أول سنة نحن ما منجيب عميل لأنه كمية قليلة، كمية قليلة بالأجرات عميل، يعني ما بيوفي الورد حق العميل، نطلع بخسارة. يشتغل بإيدنا. بعد الشتاء يفتقر الناس إلى الوسطاء، يبدأون الجزء الأول من بداية اللغة الوسط. ساعد الورد الناس في وضع الطعام على طاولاتهم، وبعد قطف الورد الذي يستمر بضع ساعات تنقل أكياس الورد إلى مستودع في القرية، حيث يتم بيع حصاد الموسم الذي يدوم بضعة أسابيع فقط. ورغم أن الموسم قصير، فتلك الأسابيع القليلة كفيلة بأن تجعل القرية أشبه بخلية نحل في مشهد يبعث على الأمل رغم ما يعانيه لبنان من أزمات.